السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم في هذا الدرس سنتعلم كيف نقوم برسم مهرج مع إضافة بعض الأشياء من الورق الملون. نحتاج إلى ورق ملون، غطاء دائري لرسم الرأس، صمغ، ألوان، قلم رصاص. في البداية نقوم برسم الرأس. بعدها نقوم برسم الأنف، العينين،
يوما. سنقوم بقص شرائط رفيعة جدا بهذا الشكل. ممكن أن نستخدم أي ألوان متوفرة في البيت. والآن بعد أن قطعنا عدد كبير من الأوراق الملونة، سنقوم بطيها بهذا الشكل. والآن سنقوم بعمل ربطة والشعر من الورق الملون. نقوم بلصقها من جهة واحدة. والآن سنقوم بلزق الرأس، شعر الرأس بنفس الطريقة.